المورد 11 المورد 11 في مآثر الإنافة في معالم الخلافة. مآثر الإنافة في معالم الخلافة أحمد القشندي 37 من خلفاء بني العباس بالعراق المستعصم بالله. قال القشندي: كان ضعيف الرأي والبصر، كان ضعيف الرأي والبصر بتدبير الأمور ذا طمع. بويع له بالخلافة عقب موت أبيه المستنصر 40 و600 باتفاق من أهل الدولة. تنبيه: لم تكن بيعته ضمن السياقات المعروفة والمعتادة والطبيعية في الخلافة العباسية وغير العباسية، ولهذا قال باتفاق من أهل الدولة. ومن الواضح أن ابن العلقمي لا دولة له في هذه المؤامرة لتنصيب المستعصم. يكمل القشندي يقول: الحوادث والماجريات في خلافته، لما ولي الخلافة استبد كبراء دولته بالأمر. لاحظ، لما ولي الخلافة استبد كبراء دولته بالأمر. الدويدار والشرابي وحسنوا له، استبد كبراء دولته بالأمر وحسنوا له قطع الأجناد ومدارات التتر، ففعل ذلك وأبطل أكثر العساكر. أقول: أين ابن العلقمي وأين استبداده بالأمر وأين تحسينه قطع الأجناد يا مدلس يا أبالس؟ وجريا على السياق العقلي المنطقي الطبيعي فإنه في النتيجة لم يحملهم المسؤولية أصلا، أو لم يحملهم كل المسؤولية، بل جعل المسؤولية برقبة الخليفة وهو الذي يتحمل وزرها قانونا وشرعا، فنسب الفعل إلى الخليفة وليس للموسوسين له، فقال: ففعل ذلك الخليفة، ففعل ذلك وأبطل أكثر العساكر. فما بال التيمية والمنهج التدليسي الحاقد لما يصل إلى الشيعة يفقد عقله وضميره وإنسانيته وكل مقاييسه، فينقلب رأسا على عقب. وكما سنرى كيف أنه عندما يصل إلى ابن العلقمي سيخالف ما قاله هنا، فيرمي كل المسؤولية برأس ابن العلقمي وبخرافة أمالة ابن العلقمي وبخرافة مفاجئة يبرئ الخليفة وكبراء الدولة ويحمل المسؤولية لابن العلقمي. قال: وكان التتر من أولاد جنكس خان قد خرجوا على بلاد الإسلام على ما تقدم وملكوا أكثر بلاد الشرق والشمال. أقول: هذا يدحض أكاذيب التيمية في أن الخليفة وقادته كانوا يجهلون بقدرات وقوة هلاكه وعساكره وحملاتهم على بلاد الإسلام وغزوهم البلاد بعد البلاد، وليست بغداد بمستثنات عن قصد التتار وغزواتهم، خاصة مع وجود حملة مغولية سابقة لغزو بغداد قد باءت بالفشل.